لا خلاص انا اروح اشوفني. اتنين من الحارة راحوا بغمضة عين. ارتاحوا من المرض. ما تاكل يا شباب، انت مكسوف ولا ايه؟ ما انا باكل اهو. لا ازاي الحاجة زينب؟ بقالها كتير مش باينة، هي مسافرة ولا ايه؟ هي قاعدة عند خالتي اليومين دول. ربنا يهديها ويهدي الأستاذ تمام. بصراحة يا شوقي أنت من ساعة ما سبت البيت وبتتلخبط خالص. معلش، كل حاجة هتبقى أحسن إن شاء الله. أنا سامعة إن الأستاذ تمام بقاله ليلتين بايت في الجامع. إيه؟ بايت في الجامع؟ أنت بتقولي إيه؟ أنا كنت فاكرة إنك أنت عارف. لازم يعرف ينسحب من لسانك. يا أخويا أنا لسه قلت حاجة. ايوه ايه يابا، عايز حاجه يا استاذ تمام؟ لا يا اخويا، مع السلامه. الله يسلمك. تعالى يا شباب. احنا ايه اللي بيحصل لنا ده يابا؟ الشيطان دخل البيت وقدر يفرق بيننا يا ابني. انت ما هوش طان يابا، ما تغلبتش عليه ليه؟ انت الاستاذ تمام يابا. قوم يابا، قوم ارجع البيت يابا، ارجع البيت ورجع امي ولم شملنا تاني يابا. يا ريت كنت اقدر يا ابني، يا ريت كنت اقدر. اواجه امك ازاي بعد اللي عملته معاها؟ انا ظلمتها وهي عمرها ما ظلمتني، طول عمرها كانت شايلاني. احط عيني في عينها ازاي؟ ازاي يا شوقي بعد اللي عملته؟ ازاي؟ امي غلبانه، اول ما تروح تاخدها في ايديك هترجع، هترجع يابا. امك على قد ما هي طيبه، على قد ما هي عنيده ودماغها ناشفه، لكن برضه مهما عملت انا هعذرها. مش ده البيت؟ مش ده البيت اللي انت طول عمرك بتبنيه على الدين والتقوى؟ دلوقتي بتهدوا بايدك. ما هو ده اللي تعبني يا شوقي، هو ده اللي تعبني يا ابني. عشان خاطري يا ابني، عشان خاطري يوم ارجع البيت وانا هروح اجيبها لغايه عندك، بعد كده اعمل اللي انت عايزه، بس ارجع بات في البيت يا ابا عشان خاطري. ابات في البيت ازاي يا شوقي؟ ابات في البيت لوحدي؟ لا انت ولا امك ولا اختك عايشه في البيت. ابات لوحدي ازاي يا شوقي؟ عشان كده يا مرهم ما كنتش بحب ارجع البيت عشان امي مش فيه. بس خلاص يا ابو، ارجع انت، ارجع بات في البيت وبلاش بلاش نوبه الجامع دي يا ابو. حاضر حاضر يا ابني، وربنا يقدم اللي في الخير يا ابني. ربنا يخليك يا ابو. تشمتي تقتلي القتيل وتمشي في جنازته؟ ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته، هي اختك احسن من ابويا؟ انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. ما ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اخطر واحد عارف. انا كنت بقضي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك فرع مايل في عيلتكم، ما اقولكش اسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ ايه دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك. انت ضيعتيني. انت اللي ضيعتني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي تتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي
وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. اه بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام. قول يا معلم، نص ال 50 جنيه دلوقتي، والنص ده لما تيجي تنتخب فوقه، بس هتنتخب لطف، فضك من حمزه ده خالص، وانت شرط، قول يا سيدي. امسك، اديله. اي خدمه. تمام؟ بكره تيجي تاخد النص الثاني على طول. ماشي. ادع، خلاص ادع، ادع، ادع. اسمع انت، هو اسمع يالا، فلوس الرئيس تيجي بكره. طبعا خليته وحش ولا تقدر بلعك قلبك. حاضر يا باشا. يلا رجاله يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا زينب؟ الحمد لله. ان شاء الله تسلم يا اخويا. ازيك انت؟ انا تعبان، تعبان قوي. البيت من غيرك ظلمة. ومن غيرك انت كمان، البيت مش هينور الا بيك. اديني جبتها لغايه عندك بقى حلو. يلا يلا قوم روح بقى وارجع بيتك. لا يا شوقي، انا مش هطلع البيت غير لما امك تسامحني. مسامحاك، سامحاك يا اخوي، وانت كمان لازم تسامحني. أنا اللي غلطت، ما عرفتش أحافظ عليك. كان لازم أخليك ما تعملش اللي أنت عملته ده. يعني بجد يا زينب، أنت دلوقتي مسامحاني من قلبك؟ أي أنا ماليش في الدنيا دي غيرك يا تمام. يا إيه؟ يا أستاذ تمام. يلا يلا يا حاج بقى، يلا قوم روح بيتك معانا. والله كبرت يا شوقي وبتصالح امك على ابوك. بس فضل حاجه واحده كده، كنت عايز رضاك. عارفها وموافق يا ابني على جوازك. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا. الله، امال فين عيش؟ سبقتني يا اخويا على البيت كده. طب يلا يا شوقي، خد امك وزبونة كمان على البيت. انا هختلي بنفسي شويه وهحصلكوا على طول. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتنوري بيتك يا زينب. ربنا يخليك. السلام. الف حمد وشكر ليك، الف حمد وشكر.